فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى شعب الإيمان، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ قال: أن يتم ركوعها وسجودها لما يلحظه من الحدق والنظر، فذلك شرك السرائر. وروي عن أبي خالد الأحمر أيضا في رواية: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. إن شاء الله لا يتقطع الآن. نعم، علمت أنه يتقطع فغيرت الباقة أيضا. إن شاء الله لا يتقطع، الله المستعان. وفي رواية: إن المسلم يصلي وخطاياه توضع على رأسه، فإذا سرى تحاتت، تساقطت يعني، حتى أفرغ من صلاتي وقد تحاتت خطاياه. ويقول بردة بن الحصيب، بريدة بن الحصيب أو أبو موسى الأشعري، آسف، يقول: صليت جانب ابن عمر فسمعته يقول في ركوع: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. الله أكبر. فلما انصرف قال: ما صليت صلاة إلا وأنا أرجو أن تكون كفاية للتي أمامها. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. في قول النبي: إياكم وشرك السرائر، وهو أنه يعني ما يقيم صلبه وما يتم ركوعه وسجوده إلا لنظر الناس إليه، فكأنه يصلي للناس لا يصلي لرب الناس، وهذا شرك خفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخف ما أخاف عليكم ليس الدجال بل الشرك الخفي كدبيب النمل. ولذلك نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فيقوم يصلي فلا يحسنها ولا يتقنها إلا من أجل نظر الناس، فإن لم ينظر الناس إليه فإنه لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا أسوأ ممن لم يتم الصلاة، لأن هذا أتمها، نعم أتمها لغير الله، وهذا شرك، والشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا على خلاف بين العلماء في الشرك الأكبر والشرك الأصغر في هذا الباب، على الآية خاصة بالشرك الأكبر، وإن كان البعض يرى بأنها على الأمرين. ولذلك قال: يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وضربوا مثل الرجل، لذلك الرجل الذي أطال الصلاة جدا عندما رأى الناس يرقبون صلاته، فلما انتهى قالوا له: ما أحسن صلاتك؟ قال: وإني صائم أيضا. فالمسألة يعني من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. مغبون، مغبون، مفتون، مأفون، غبي من نظر إلى العباد ولم ينظر إلى رب العباد. فالله المستعان، الله يهمنا الإخلاص يا رب. والحديث هذا فيه كلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم يصلي وخطاياه توضع على رأسه، هذه فيها فضيلة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة كفارة لما بينهم ما اجتنبت المقتلة. فالصلاة مكفرات. ولذلك قال حذيفة لعمر بن الخطاب لما طلب منه مسألة الكلام على الفتن، قال: تحفظها؟ قال: أحفظها. قال: لله أبوك، هاته. فقال: فتنة الرجل في أهل ومالي تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال: تكفرها الصلاة. ففيها دلالة واضحة جدا على فضل الصلاة وأنها من المكفرات. وأما ابن عمر كان يسجد فيقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية مرعبة، ورب العزة يرتجف القلب لها وتهتز لها الأركان. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. وهذا يحضرني أمر أرعب منها، أن أحمد بن حنبل مر فجاءت امرأة فقالت له: يا إمام، لي سؤال. قال: تفضلي. فقالت له: إني أحيك أثواب وأبيعها، لكن عندما يمر السلطان
الأنوار تزداد فأحيك زيادة، فهل هذا المال حلال أم لا؟ تعجب جدا جدا أحمد بن حنبل، قال نعم هو حل وبل لك لا شيء في ذلك. لكن بعدما مشى خطوات وقف ثم رجع قال تعالي، فجاءت فقال ممن القوم، أنت من مين، من أي قوم؟ قالت من بيت فلان بشر الحافي، أو قالت من الحارث، نعم، أو بريم بن أدهم، لا أذكر الاسم بالضبط. لما قالت من الزهاد العباد، قال لها أحمد لا المال لا يحل لك، ثم علل وقال من بيتكم خرج الورع، فلا، فحكم عليها لأنها من أهل الورع، حكم عليها بالورع. فهذا يجرني إلى ما أريد أن أستشهد به، أن رجلا قال له يا إمام إني أحيك الثوب للظلمة، فهل أنا أعينهم على ما هم فيه من الظلم، يعني الاسم العدوان؟ قال لا يا بني، أنت لا تعينهم، أنت من الظلمة أساسا. الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر علينا. المسألة بيد الله جل في علاه، والقلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن. الويل كل الويل لمن تقاعس عن ذلك أو غفل، يغفر الله لنا جميعا. فكان يقرأ ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأقر بالنعم وأقر بفضل الله عليه، ثم بعد ذلك وعد ألا يكون من المعاونين للناس على الظلم والمظالم. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ورد عن ابن عمر رضي الله عنه ورأى فتى يصلي فأطال صلاته وأطنب فيها، فقال هل تعرف هذا؟ فقال رجل أنا أعرفه. فقال عبد الله بن عمر ولو كنت أعرفه لأمرت أن يطيل الركوع والسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه، فجعلت على رأسي وعاتقي، فكلما ركع أو سجد تساقطت. الحمد لله وشكرا، الله يرزقنا الإخلاص يا رب العالمين. طيب نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. الشرك مهلكة، الاعتناء بالصلاة نجاة، حمل المطلق على المقيد فعل جمهور الأصوليين لأنهم حملوا تساقطت الذنوب قالوا الصغائر فقط. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.